بلا شك هناك الكثير من تلك المطورات وما حدث من تطورات في عالمنا المعاصر، سواء كان من أحداث تقاربت بعضها مع بعض رغم بعدها الشاسع في الزمن والمكان، فنجد أن هناك تلك الحضارات التي كانت الحديثة التي كان ننظر إليها من بعيد ونراها في دول أمريكا والدول الغربية، أصبح هناك تلك الكثير منها في عالمنا، سواء كان من حيث التطورات العلمية والحضارية في مجالات الطب أو المدنية، خاصة في تلك الأمور التي نراها ونعايشها. فهناك أصبح تلك المستشفيات الكبيرة المزودة بأحدث الأجهزة وبأحدث الأنظمة وبأحدث خبرات الأطباء، وأيضا تلك المباني الشاسعة أو الشاهقة ناطحات السحاب التي لم يكن متواجد منها إلا في الدول المتقدمة، فأصبحت الدول الخليجية لديها تلك ناطحات السحاب، بل تعتبر لديها أيضا أعلى ناطحات أو أعلى مباني في العالم. الكثير من تلك الأسواق الحضرية الحديثة والتي يمكن أن يطلق عليها المراكز التسويقية أو المراكز التجارية أو الهايبر بان الهايبر السوبر ماركت لم يعد كما كان، وإنما الهايبر وهو أكبر وأضخم وأكثر تنوعا في البضاعة التي يعرضها ويبيعها، واستيعابه للمستهلكين، وكل ذلك من تطورات الطرق، الكباري، الأنفاق، المباني، المواصلات، الاتصالات، العلوم، الجامعات، معالجة المشكلات، الأزمات، السلوكيات والتصرفات والأنماط المعيشية أيضا، كل ذلك أصبح يختلف وتطور بشكل كبير جدا في حياتنا اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية والحياتية والحياة التي نحياها في هذه المدنية المعاصرة. بلا شك هناك تلك الأشياء التي اختلفت اختلافا كبيرا أيضا، ومن التنوع ومن الكثرة من أيضا الصعوبة في التعامل معها في نفس الوقت، ليس من صعوبتها النوعية وإنما صعوبتها الكمية، كميات هائلة كثيرة، والإنسان أصبح يتعامل مع مثل هذه المعقدات التي قد تختلف من مجتمع إلى آخر، من دولة إلى أخرى، من بيئة إلى أخرى، ولكن في النهاية هناك الكثير من تلك المتشابهات، كثير من تلك الجوانب التي قد تختلف وقد تتشابه، التي نجد أن هناك ما ندركه ونتعايش معه ونتعامل معه، وما قد لا يحتاج ما قد لا نصل إليه إلا من خلال التعليم والتدريب واكتساب تلك المهارات اللازمة من أجل التعايش مع ما قد تواجد وما قد تطور وما قد حدث بنفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس الوضع الذي يؤهلنا لأن نواكب الأحداث ونواصل المسيرة نحو مزيدا من الرخاء أو العطاء أو الاستمرارية أو التحديث أو ما قد يكون هناك باستمرار ما يمكن أن يطلق عليه تطور نحو الأفضل، وليس ما قد يكون هناك من تلك الأزمات أو الكوارث، وما قد يظهر من تلك الأزمات والكوارث أيضا سواء كانت صحية، هناك الانفلونزا والكثير من تلك الأوبئة العالمية التي أصبحت تنتشر أيضا بسرعة
تحصل بسرعة وبخطورة أكثر وتحصد الأنفس. وهناك تلك الأزمات الاقتصادية أيضا التي تنهار فيها المؤسسات والمصانع والشركات العملاقة والأعمال الكثيرة. وهناك الظواهر الطبيعية التي نسأل الله أن ينجينا منها وأن نتجنبها وأن نتعايش معها بما يمكن أن يكون هناك تلك الوسائل والأساليب الحديثة في الصمود أمامها والاحتياط لها والوقاية منها.